بقول لك ايه يا كابتن، عايز اطلع الموقف، اصل انا غريب مش من هنا، اطلع منين؟ تمشي على طول، تخش شمال في يمين، تطلع على الطريق، تسال بقى فين الموقف. ياه دي وصفه صعبه قوي، ما تيجي توريني الطريق تكسب ثواب في ايه؟ ماشي تعالى معانا كده كده على الموقف. حبيبي ربنا يكرمك يا رب. خلاص يا دكتور، خدت كل اللي انت عايزه، مفيش حاجه تاني ليها لازمه. لا خلاص كده كله تمام. طب حق البضاعه دي هيوصل لنا امتى؟ عايزين نقبض الرجال. اسبوع بالكتير هبيعهم واجيب لك حقهم وفيهم بوسه كمان. لا البوسه دي خليها عشان انا عايز حق البضاعه والخرز، بس ما تاخرش عليها. طب يا عمنا ما تقلقش، البضاعة زبونها موجود ومش هيبقى فيه تأخير ولا حاجة. قول يا رب. طب استأذن أنا بقى معلم عشان ورايا شغل كتير، وبعدين أنا هحط البضاعة في التلاجة قبل ما تفسد. استبينا؟ لا تفسد إيه؟ اتفضل يا دكتور، رعاية الله. ماشي يا معلم، استعنى على الشهادة بالله. يا ساتر. يلا يا حبيبتي. ايه ده يا ياسر، اخيرا جبت؟ ايه ده كله، كل ده في الشغل؟ اعمل ايه بس، كان عندي شغل كتير قوي امبارح وفضلت سهران طول الليل عشان اخلصه. يلا ربنا يعينك. يلا يا حبيبتي علشان تروحي الحضانه، مش عايزاكي تتحركي من هناك غير لما اجي اخدك. ماشي؟ حاضر يا ماما. معلش بقى يا ياسر، هوصل البنت للحضانه ولما اجي هعمل لك الفطار. لا لا براحتك، انا مش هفطر، انا تعبان قوي ادخل انام. ماشي اللي يريحك. يلا حبيبتي قولي لبابا باي. باي يا بابا. باي يا حبيبي البابا. يلا يا حبيبتي يلا. اتفضل يا معلم محروس، ده شيك بالمبلغ اللي اتفقنا عليه، تقدر تصرفه في اي وقت، والبوسه اللي عليك. حبيبي يا دكتور. ايوه كده هو ده الكلام. حبيبي صحيح يا دكتور، هو انت دكتور في ايه بالظبط؟ تخصصك ايه يا عم؟ شافك بركة زي معلم. طب بص انا معلم تخصص تشريح، تحب بقى اشرح لك ولا اشرح لك؟ ولا تشرح لي ولا تشرح، ربنا يكفينا شر الشراح. ماشي يا معلم حلو، بس احنا بقى هنشوف شغلنا ولا نقضيها سهاري؟ ولا نقضيها سهاري ولا نقضيها تسهاري. اتفضل يا باشا قول اللي عندك. بص بقى يا معلم، انا عايزك تركز معايا قوي في اللي هقول. انا عايز حاجه صغيره زي بتاع المره اللي فاتت. حاضر يا باشا، انت تؤمر. بس انا عايزها ضروري في اقرب وقت. من عينيا، سيبني يومين وانا اتصل بيك. حبيبي يا معلم. يا معلم محروس،
طلبك مش لاقيينه، هنعمل ايه يا معلم؟ مش لاقيينه ولا مش عارفين تجيبوه؟ انتوا مش شايفين شغلكوا كويس؟ شكلها كده راحت عليكم، هشوف حد غيركم ولا ايه؟ يا معلم ما تقولش كده، احنا رجالتك برضه وهنعمل لك اللي انت عايزه. احنا هنطلع دلوقتي مش هنرجع الا بالمصلحه. يلا يا رجاله. ايه ده؟ هو تليفوني مقفول ليه؟ يا لهوي، البنت جسمها سخن مولع. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ لا انا لازم اخدها واروح للدكتور حالا. خلاص يا معلم، جبنا لك اللي انت عايزه وزياده كمان. ايوه كده، هي دي رجاله، عفارم عليهم. المهم حاجة صغيرة زي ما قلت لكم. أيوه يا معلم، حاجة صغيرة بس. بس إيه؟ اتكلم. قاعد تصرخ يا أمها، فقعدت تفضحنا، فاضطرينا نخلص عليها. يخرب بيت غبائكم، أنا كنت عايزها صاحية. كنا هنعمل إيه بس يا معلم؟ خلاص غوروا من قدامي، كتكون قمر. ايوه يا دكتور. ايوه محروس، طمنا عملت ايه؟ جبت لك المطلوب، بس العيال الاغبياء خلصوا عليهم. ازاي محروس؟ هو ده كلام برضو؟ الله، حصل بقى ايه العمل دلوقتي؟ طب خلاص خلاص خلاص، ما تلغيش، حضر كل حاجه وانا جاي. انت يا عم اغبياء، ايوه طبعا انا مشغول مشغول، شو رايك اكلمك؟ يلا سلام سلام. يا معلم جهز كل حاجه زي ما قلت لك. ايوه الرجاله مجهزين لك كل حاجه فوق، خلنا في رعايه الله.
هناك أناس يتعاملون مع البشر كأنهم سلعة يتاجرون بها، ليس في قلوبهم رحمة ولا ضمير، وقد نسوا أنهم سيقفون بين يدي الجبار المنتقم الذي يعطي كل ذي حق حقه. فإن الله يمهل ولا يهمل. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بفيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. محتاجين دعمكم علشان نقدر نواصل ونعمل المزيد من الفيديوهات.